ساكنين من العيد، تشطيب حلو كويس جميل. كنا ساكنين في ايجار، وبعدين جينا كنا مقدمين هنا واستلمنا الحمد لله، والتشطيب جميل. تشطيب داخلي اخباره ايه؟ لا حلو، ولو في حاجة ناقصة بنقوله للمهندسين وبيعدلوهولنا ويصلحوهولنا. الخدمات؟ والخدمات كويسة. والحي هنا جميل جدا، يعني احلى من الاحياء اللي التانية يعني، والنظافة وجميلة، والزرع جميل، والشركات اللي ماسكة الزرع والنظافة يعني قايمين بواجب، يعني الواجب بتاعهم، ويا ريت يستمروا عليه على كده. النظافة والتشطيب جميل جدا برضه، تشطيب حلو جدا، بس اللي عاوز بقى يكمل تشطيب هو يكمله، بس تشطيب الجهاز حلو جدا، جميل جدا، يعني قاعد على تشطيب الجهاز الحمد لله. والدنيا هنا حلوة، ومواصلات برضه حلوة هنا، اتوبيس كل نص ساعة بيجي هنا ويروح المدينة، وبيجي على الزيتون والفردوس والنور ويرجع تاني، خط سير يعني كل نص ساعة اتوبيس. التشطيب حلو هنا والحمد لله كويس، وبنلعبه كلنا انا وزمايلي كويسين، وبرضه بنلعبه في النادي هنا انا وزمايلي كويسين، وبنروح نروح النادي انا وزمايلي، وبنيجوا نلعبوا في النادي هنا. والدروس اخبارها المدرسه فين؟ مدرسه في حي الزيتون. تروح تيجي؟ بنروح ونيجي، ساعات بنروح ماشي، وساعات بنركب مع حد، يا اما بركب مع الاتوبيس وانا جاي.